أغلق لاعبو فريق الكرة بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي مانويل جيسوالدو فيريرا صفحة مباراة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا، وحسم التعادل السلبي مباراة الزمالك والمريخ في لقاء الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت بملعب الشهداء في بني غازي بليبيا. ويتطلع الفارس الأبيض لاستفاقة في مواجهة الترجي التونسي المقرر لها السبت المقبل برادس في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، وتدوين الانتصار الأول له في المجموعة وإنعاش آماله في بلوغ ربع النهائي بعد حصد نقطة وحيدة خلال أول جولتين. ووصلت بعثة الزمالك إلى القاهرة اليوم السبت قادمة من ليبيا بعد نهاية مباراة المريخ، في الوقت الذي منح فيه فيريرا اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة على أن يعاود الفارس الأبيض تدريباته الجماعية الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة الترجي التونسي. جماهير الزمالك تضع ثقة كبيرة في نجوم ميت عقبة من أجل تصحيح الأوضاع فيما تبقى من مشوار الفريق في مرحلة المجموعات لدوري الأبطال والعودة من تونس بالنقاط الثلاثة، وتجديد آمال الفريق في قطع بطاقة الترشح من المجموعة.